منافسة طبعا تحظى باهتمام كبير جدا لما لها من دلالات تاريخية. نتابع أبرز محطات الكأس الفضية في تقرير أنس فوبار. المكان الدار البيضاء، الزمان 26 نوفمبر عام 1956، والمناسبة نهائي أول نسخة من كأس العرش، مباراة جمعت بين مولودية وجدة والوداد الرياضي بحضور الملك الراحل محمد الخامس. منذ بزوغ فجر الاستقلال دأب عشاق المستديرة بالمغرب على متابعة مباريات كأس العرش لما لها من رمزية ودلالات تاريخية وطنية، منافسة أطلق عليها الملك الراحل محمد الخامس اسم كأس العرش، وتعرف مشاركة جميع الفرق المغربية دون الاعتراف بمنطق التصنيف، أي من القسم الأول إلى قسم الهواة. منذ عام 56 جرت العادة أن تجرى المباراة النهائية للكأس الفضية شهر نوفمبر من كل سنة، باستثناء نسخة موسم 71-72 التي ألغيت بسبب الأحداث السياسية التي كان يعرفها المغرب آنذاك. مدينة الدار البيضاء والرباط كانت مسرحا لمعظم مباريات نهائي هذه المنافسة، إلا أن مدن أخرى كأكادير وطنجة وفاس والعيون حظيت بشرف احتضان نهائي الكأس في مناسبات معدودة. لغة التاريخ تقول إن 18 ناديا رفعوا لقب كأس العرش، بداية بنادي مولودية وجدة الذي توج بأول نسختين وأمام نفس الخصم هو الوداد الرياضي. بالحديث عن سجل الأبطال، يتربع الزعيم العسكري نادي الجيش الملكي على عرش أكثر المتوجين بكأس العرش ب12 لقبا، متبوعا بالوداد الرياضي ب9 ألقاب، ثم غريمه الرجاء ب8 ألقاب. في السنوات الأخيرة لقب الكأس لم يخرج عن خانة الفرق المنتمية لقسم الأضواء، قبل أن يكسر نادي الاتحاد البيضاوي هذه القاعدة قبل 3 سنوات حين توج بالكأس وهو منتمي للقسم الثاني، أما الوصافة فآلت لحسنية أكادير.